بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به درس دوم قرآن کریم سوره بقره. اولش هسته از آیه اول تا آیه چهارم را مو امروز میخوانی. شما عزیزانی که این ویدیو را سیل مونین، امیدوارم که اگر خودگونچم یاد ندرین خودونچم توخین گوشکین قرآن کریم را یاد بگیرین، و اگر خودونچم یاد درین بچه های کوچیک را یاد بدین که انشالله اونها هم بخوانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام اینا به صورت خود حروف خوانده میشه، الف لام میم، فهمیدین؟ یعنی خود حروف تلفظ میشه، الف این رو میگه الف، ایش میشه لام میم. الف لام میم ذلکل ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين هدى ال... این دال قد از این لام خوانده میشه. هدى للمتقين هدى للمتقين الذين الذين يؤمنون الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون بالغيب ويقيمون الصلاة بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة. النون قد ازي خاندمشا نصلاة ويقيمون الصلاة ومما
ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم ينفقون رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل بما أنزل إليك أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم.